بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ متابعينا مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا الرابع عشر وللأبكار الحقائق جائزة هذا الشوط. هنالك سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب، انطلق مع البداية مع القزيل جن انتاج ام الزبار مع فاران بن محمد بن محمد بن قريع المري في عملية التضمير. انطلق معه، اتأخر الى المركز الثاني، ارى معدان التحديات المركز الثاني. هنالك مذيار اجن انتاج ام الزبار بعملية التضمير، جابر بن علي بن جابر النجم المري اتأخر الى المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الواعية اجن انتاج ام الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري بعملية التضمير، اتأخر الى المركز الرابع الوصول مع القزيل اجن انتاج ام الزبار مع فران بن محمد بن حمد بن قريع المري بعملية التضمير. اما المركز الخامس الدوحة مع المركز الخامس لهجن انتاج ام الزبار مع مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، بدلت وغيرت هنالك الجازي ايضا لهجن انتاج ام الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري بعملية التضمير. هذه النتيجة، النتوء الأول للخمسة المراكز الأولى، الخمسة الشعارات الأولى المنطلقة مع حجن انتاج ام الزبار، السيطرة الخماسية الأولى. أعود مرة أخرى إلى المركز الأول، أعود مع مذيار، الله يا مذيار اجن انتاج ام الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري بعملية التضمير. وصلت القزيل مع المركز الثاني لغزيل اجن انتاج ام الزبار مع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري بعملية التضمير. الكيل الاخير، الكيل الخطير يا متابعين يا منطلقين. وصلت الشعارات المركز الثالث، هنالك ايضا الواعية مع المركز الثالث اجن انتاج ام الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الرابع هنالك تعاليل، تعاليل يا تعاليل اجن انتاج ام الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري بعملية التضمير. أعود مع البداية مع القزيل مع المدرج الأول الرقم واحد، واحد على واحد القزيل اجن انتاج ام الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري بعملية تضمير، بعملية التضمير مع اجن انتاج ام الزبار القزيل. الله الله الله، ايضا لغزيل على مقدمة هذا الشوط شعار، ايضا صاحبة الشلفة شعار مع اجن انتاج شعار قدير صاحبة الشلفة مع لغزيل. سلام يا بن قريع، سلام سلام يا لغزيل، سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني الواعية لهجن انتاج ام الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الثالث هنالك تعاليل هجن انتاج ام الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري في عملية التضمير. المركز الرابع، المركز الرابع هنالك ايضا وصلت شاهينية هجن انتاج ام الزبار مع حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري بعملية التضمير. المركز الخامس هنالك اتت مذيار لهجن انتاج ام الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري بعملية التضمير. هكذا متابعينا الأعزاء
لحظات وصول الغزيل الى خط النهاية مسجلة توقيت وغدرة 4:21 و90 جزءا من الثانية. المركز الثاني وصلت هنا مع ثاني التحديات وثاني المراكز متابعينا الاعزاء. هذه ايضا الواعية مسجلة توقيت وغدرة 4:25 و4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث هنالك تعاليل ومسجلة توقيت وغدرة 4:25 و88 جزءا من الثانية. هكذا متابعينا الاعزاء نعود ونعود.